من موجز الأخبار إلى جولتنا على أبرز مقالات الصحف والمواقع الإلكترونية لليوم، وأبدأ من الأنباء الكويتية التي كتبت تحذيرات من عمل عسكري استباقي من إسرائيل. كشف مصدر لبناني واسع الاطلاع للأنباء الكويتية بأن لبنان تبلغ رسائل دبلوماسية من دول صديقة، خلاصتها أن نتنياهو سيفاوض في 15 من الشهر الجاري على تسوية حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بالنار، وسيتعمد تكثيف وتصعيد العمليات الحربية الدموية حتى يفرض شروطه في التسوية كما في غزة كذلك على جبهة لبنان. الأخطر في الرسائل الدبلوماسية بحسب المصدر أن القضية لم تعد إقناع إيران وحزب الله بعدم الرد، إنما في إقناع نتنياهو بعدم الذهاب إلى ضربة استباقية في لبنان وفي إيران من خلال التركيز على بنك أهداف يعتبره حيويا لحزب الله، وكذلك استهداف البرنامج النووي الإيراني وتحديدا ضرب مفاعل أراك النووي. وإذا حصلت هذه العملية الاستباقية فهذا يعني أننا ذاهبون إلى موجة عالية السقوف من التصعيد الكبير. وأوضح المصدر أن الأيام الفاصلة عن موعد 15 من الجاري هي من أصعب أيام الانتظار، وستكون محفوفة بمخاطر كبيرة جدا، علما أن المعطيات تفيد بأن أي تصعيد عسكري سيكون عبارة عن موجات قصف جوي وصاروخي متبادلة بين حزب الله وإسرائيل لا تستمر طويلا، لأن مجلس الأمن الدولي سيسارع إلى الانعقاد. إلى صحيفة النهار، في تداعيات الحرب المحتملة برز تحذير وزير الاقتصاد أمين سلام من دقة وخطورة الوضع الاقتصادي في لبنان، مشددا على أنه يستدعي إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وأوضح سلام أن الوضع الاقتصادي منهك بالكامل لا سيما فيما يتعلق بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية، مستنكرا استهداف إسرائيل لقطاع الزراعة في البلاد وأحراق جيشها آلاف الأراضي الزراعية التي ستكلف الدولة مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها. وأعلن انتهاء الموسم السياحي في لبنان إلى أجل غير معروف بعد الامتناع عن السفر إلى لبنان خشية من توسع الحرب وهروب اليد العاملة إلى خارج البلاد وعدم إيجاد فرص العمل. وقال سلام الموازنة المقبلة ستكون صعبة للغاية، وجاهل من يقول إن لبنان يستطيع تحمل هذا الحال لأكثر من شهر، فالحرب قد تعيد البلاد إلى العصر الحجري وتأخذ اللبنانيين إلى مكان مظلم وخطير. وذكر أن لبنان يحتوي على مخزون غذائي يكفيه لمدة 3 أشهر فقط، محذرا من استهداف المرافق الجوية والبحرية وفرض الحصار على الدولة اللبنانية، ما قد يحرم المواطنين من الماء والغذاء. وحول الخطة أوضح أنها تمثلت بتوزيع الحصص الغذائية بالتساوي على كافة الأراضي اللبنانية، ولا سيما المناطق التي نزح إليها الهاربون من القصف الإسرائيلي، مطمئنا أن لبنان لن يدخل في أزمة غذائية إن لم تتم محاصرة المرافق الأساسية. في موقع أساس ميديا لليوم، أصبح للمسيحيين كتلة اعتدال. بدأت كتلة الاعتدال المسيحي بالتشكل، وأعضاؤها هم ألاعون سيمون أبيراميا ليس بو صعب، فيما الكلام يدور عن نائب في البقاع وآخر سينضم من جبل لبنان، وبينهما إبراهيم كنعان الذي تقول كل الأوساط أنه كتب استقالته لكنه لم يضع التاريخ بعد تحت توقيعه. يمكن المسيحيين منذ اليوم أن يقولوا أنه باتت لهم كتلة اعتدال نيابية كتلك التي تشكلت من النواب السنة في الشمال، وستشكل زلزالا سياسيا مسيحيا مروريا لعدة أسباب. الأول، تشكيل كتلة اعتدال مسيحية من النواب الخارجين من التيار الوطني الحر يرجح أن يراوح عدد أعضاؤها بين 6 إلى 8 نواب، ومن شأنه أن يكسر الثنائية المسيحية من قوات وتيار عوني التي لطالما احتكرت كل شيء عبر إلغاء أي شيء آخر غيرهما. ثانيا، الكتلة المسيحية الثالثة المنوي تشكيلها تؤسس لثلاثية مسيحية، أو بمعنى آخر تكسر إمساك الثنائي المسيحي بورقة الميثاقية في كل الاستحقاقات السياسية المقبلة. ثالثا، لم تعد للثنائي المسيحي قدرة على التحكم بالمعركة الانتخابية الرئاسية، فانحياز كتلة الاعتدال المسيحية إلى أي خيار رئاسي يمنح الغطاء الميثاقي والدستوري والعددي لهذا الخيار. في صحيفة الديار، رد محور المقاومة آت لا محالة.
قال مصدر سياسي بارز للديار: العدو فقد أدراكه. فخطاب السيد حسن نصر الله كان واضحا لجهة حتمية الرد على الجرائم التي ارتكبها العدو والتي استهدفت رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية والقائد فؤاد شكر، إذ من المتوقع يكون الرد قاسيا وموجعا بحسب تصريحات قائد في الحرس الثوري الإيراني الذي قال: سننزل عقابا قاسيا بإسرائيل والرد لا علاقة له بوقف إطلاق النار. وبحسب المصدر السياسي هناك عدة مواقع في الأراضي المحتلة مصنفة استراتيجيا تحت مرمى صواريخ محور المقاومة، من بينها كل مطارات العدو ومرافئه ومفاعله النووي ديمونا. وعن سبب التأخير في الرد يقول المصدر: في البدء كان التأخير جزءا من الحرب النفسية التي مارستها المقاومة على العدو والتي أعطت مفعولا كبيرا. أما الآن فإن التأخير هو تأخير تكتيكي يدخل في خانة تعظيم النتائج على المستوى العسكري ولكن أيضا السياسي من ناحية تحصين مكاسب الشعب الفلسطيني في غزة. وبحسب المعلومات هناك سعي أمريكي لإقناع إيران بخفض سقف ردها على العدو الإسرائيلي في مقابل الإطاحة بنتنياهو الذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على الإدارة الأمريكية الحالية. ونقل عن الإدارة الأمريكية أن واشنطن طلبت من إيران التهدئة لتفادي حرب كبرى يخطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.